اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-30-35-91. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا أولا وأخيرا ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جايب لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل 2006 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله. هسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصة بالعربية وأقول لحضراتكم على مواصفاتها وسعرها وكمان طرق التواصل مع صاحبها. يلا بينا على بركة الله. دي شيفروليه دبابة موديل 2006، زيرو بره وجوه ما عدا مرمات بسيطة جدا من الخارج. العربية فيها رخصة 5 شهور مرور المنوفية. العربية فيها كاوتش جديد. العربية فيها جنط 15-0. العربية المكنة وآلات الجر والشاسيه والكورونا كله بحالة الزيرو. العربية مش عايزة جنيه مصروف. العربية بسعر ممتاز. العربية المعاينة إن شاء الله هتكون في الجيزة الهرم طول أيام الأسبوع ما عدا الجمعة في المنوفية. هقول لحضراتكم دلوقتي على طرق التواصل مع صاحبها، لأن قال السعر هيكون من خلال الاتصال، وكمان لو حضرتك عايز تسأل عن بعض الأمور اللي تخص العربية. للتواصل مع صاحبها هيكون على رقم 010-754-7674. الرقم مرة تانية 010-745-47-64-4. ده كان موضوعنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.